عم صابر دير بالك على المحل، انا دروح على الدكان واجي. طيب طيب عم صابر مين؟ طيب طيب معلم ماشي. وينك؟ روح. وين؟ ولا يهمك من عيوني. عمو يا عمو يبي ردش، بدي عندي بكرة رحلة. ايش انت بدي تطلع لي تلفوني، بكرة عندي رحلة. شوف بدويشي بكرة عندي رحلة ومستعجل كتير، لازم هلا تصلح لي اياه، هلا قبل بكرة خمس دقايق كمان. انا كنت ماشي وبطل يحكي. ايش فهمتك فهمتني؟ منحنك فهمتني. وين غسان؟ غسان؟ حكى لي رايح، بس انا بشتغل عنده، انا بعرف اسوي كثير شغلات. شكلك جديد. طب مفهوم انا جديد، بس انا حطني غسان هون عشان انا اللي معلم بالمعلمين وانت معلم. طيب انت بتعرف تحل المشكله؟ ده حل المشكله ما عليك انت. يلا حل. اقعد ريح. واقف اقعد. تجننيش، انا جاي صلح تلفوني وانت جاي تقول لي اقعد وقف. بس انت لازم تشرح لي الحاله اللي انت كنت واقف فيها، يعني لما كان بيدك وطفى. هذا هو بي. انا بعرف ايش صار. انا عندي خطه. لما انت كنت ماشي هو مشي زعلق اجع بوزه مات. مين؟ التليفون. بدك تصلحه ولا لا؟ تصلحه، مالك عصبي؟ مش عصبي انت بتجنن الوقت. هاي المشكله. انا عرفت كانه كان عنده سخونه. مين؟ وحطيت له انت قطره دينين بدل قطره تعبيرين، واجا هيك ومات. مين هو؟ التليفون. التليفون؟ انت عشان اعرف اعالجه. استنى هذا قول. ايوه انا. ايش دخلني انا؟ صح، ايش دخلني؟ مالك طيب؟ طيب ما اقرب لي منخارك انا اشوف لك الموضوع. ايش دخل منخاري انا؟ ولا مين؟ ايش ولا المشكله؟ مع مين؟ لا تتعص بس انت. وين غسان؟ غسان بيجي كمان شوي. خلاص. انت انا عرفت بدك تصلح التلفزيون. تلفوني صلح لي، عندي بكره رحله. البنطلون هلا بصح. تريح عمو. نعم. بينفع تديني احكي مكالمه؟ تفضل. هاي تليفون ابو غسان. هذا ابو غسان. دير بالك عليه، خليك قاعد. تريح بابا، هذا انا بصلح التلفون. هذا عصبي، هذا عصبي، كل شيء عصبي. كيف بصلحه هذا؟ وينك عمو غسان؟ اجي واحد غصب عمو. عندي خطة. مش بطلة انتو، انا بصلحه. شو المشكلة يعني؟ بدها شو اسمه هذا؟ امسك. شو اسمه؟ ولا شيء عمو، ولا شيء. هذا ما بيعرفش يصلح، بس بخبط. ايوه مطول بابا، مطول كثير. مطول كثير. لو سمحت. نعم. اعمل لك لفة وتعال. اعمل لفة صغيرة بس. صغيرة انت روح وتلاقي جاهز. لازم اعمل لفة وارجع. باي. روح. تفضل عمو. شكرا. عفوا. برجع. دقيقتين هنجر. يلا باي باي. كيف انا؟ ستر. انا عارف هلا بمسك هاي وبخبطها على عين. انا لو التليفون بنخبط من عينه بصير يمشي، بصير يشتغل اكيد. مش عارف اشتغل كمان. شعيش الزلمه ده وعمو وجدته. انا يا انا انت اخر يوم هذا. وبعدين انت بتتظبط يعني بتتظبط. انا دغرجي عمو هذا شو اسمه، انا بعرف اشتغل. ايوه شو عمال هناك؟ طب انت كم مره قلت لك اشتغل؟ كم مره بتفهمش انت؟ جننتني الزلمه. تيجي ياخذك وانت مش عمالك تشتغل. كم مره قلت لك كن منيح؟ ما انت كم مره زعبه بس ما تنظف مش عمالك تظبط. عمو وين تلفوني؟
تمارا دنتين هذا تليفوني؟ شو هذا تليفونك؟ هذا مالك؟ هذا مش تليفونك أنا تليفونك ما بصلحه بشبهه بس هذا نيو كوليكشن نيو كوليكشن أيوة هلا يعني اطلع أنا شوف شوف يعني هاد تليفوني؟ لا لا مش تليفونك أعوذ بالله هذا ولا معروف تليفونك هي تليفوني هذا بتروح على فيه هيك يعني انت تسويت ما سويتش يعني هو حاله يعني انا بفهمه غلط لي ساعه بفهمه غلط وين عمو غسان عمو غسان ما بده يجي لا لحظه بدي افهمك انا اللي ساعه بفهمه غلطه انه ولا مره تعيدها ولا مره واظبط لمين لا تليفون لمين تليفون لانه بسمعش الكلام هو انا فهمته مين بسمعش الكلام خد هذا شوف هذا اصغر منه وافهم منه لا خليه لك هذا انا بدي هذا طب انت امسك هذا امسك هذا وهذا كمان ايوه امسك هذا عمو مين اللي بدك عمو غسان ايوه عمو رحنا هلا بيجي ايوه بجاش وينه اصلا تليفونك خربان وينو؟ كسر لي التلفون. أنا عمو طابر أنا جيت لهون يا ولدي حلوين بحبه كتير ابسوا سبسكرايب أيوة وعالجرس كمان وعالدائرة لآخر الفيديوهات بحبكم إلى اللقاء مصادر برسم عالضفاطر لولاد بيحبوني وبينادوني شاطر بحب أكل محشي